كانت هناك بعض الممارسات في العراق، كانت هناك رغبة في استرضاء الأمريكيين، وكان وزير الداخلية شيعي ووزير الدافعية سنة، وكنا نعتقد أن بذلك يمكن حل كل المشاكل. ومجتمع الاستخبارات الآن بدأ يركز عن ما هم متخذو القرارات، نائب الوزير الذي يبقى بعد الانتخابات وغيره. وعندها رأينا أن وزير الداخلية كان وما زال يدير منظمة بدر، ومنظمة بدر هي الوكيل الإيراني الأول في العراق، وبالتالي منظمة بدر تدير وزارة الداخلية، وهي مسؤولة عن الدفاع عن الأمن العراقي في الداخل. هل هو سوء تقدير موقف من قبل الولايات المتحدة سيد برجنت؟ هل تعيد طرح السؤال؟ هل هو سوء تقدير في الموقف؟ نعم، من دون شك، ولكن نحن في الجيش أو مجتمع الاستخبارات طلبنا من وزارة الخارجية الأمريكية أن تقوم بتحقيقات، لأنه لدينا قوانين، قانون ليهي وقانون ماغنيتسكي، التي تمنع من توجيه أو إرسال إعطاء الدولارات الأمريكية إلى وزارات تسيطر عليها قوات معادية لأمريكا. نعرف في العراق أن الميليشيات التابعة لإيران هي التي تسيطر على غالبية القوات الأمنية، وبالتالي الأموال الأمريكية تتوجه إلى هذه الميليشيات عبر وزارة الداخلية، وهم يقتلون العراقيين، ويجدر أن يتوقف دعم الولايات المتحدة الأمريكية. نحن أخطأنا حتى الآن، ولكن لم نأخذ القرارات الضرورية.